كذلك في انفتاح نحو الثورة السياسية والفكرية حتى يعني في المدى الأخير. والفقيد كان من عميدة المحاماة، خلوقا هادئا، عنده تكوين كبير في مجال القانون. أستاذ تعلمت على يده، كانت به صداقة خاصة منذ 30 سنة، وفقدنا فيه الرجل الهادي. قدم الكثير في مجال حقوق الإنسان وفي مجال القانون، في مجال مهنة المحاماة، دائما بصمت، دائما بنكرا للذات، ولكن يبدو أن هذه الطينة بدأت تنقرض من هذه النوعية من الأشخاص ذوي الأخلاق الكبيرة. شكرا. يغادرنا اليوم إلى دار البقاء رجل من المناضلين الكبار الذين قدموا خدمات جليلة لهذا الوطن ولشعبنا، رجل التحق بالعمل السياسي في مطلع الستينيات من داخل صفوف حزب التقدم الاشتراكي، الحزب الشيوعي المغربي آنذاك، ورجل كان ينتمي لطينة خاصة بأخلاقه الرفيعة، بقيمه النبيلة، بمبادئه المخلصة لهذا الوطن ولهذا الشعب. دافع عن المستضعفين وعن المقهورين وعن المقسيين، ودافع في فترة الرصاص عن المعتقلين السياسيين، ومن ثم كان طبيعي جدا أن يكون للأستاذ عبد العزيز بن زكور رحمة الله عليه دور أساسي في مرحلة الانتقال وطي صفحة الماضي من خلال عضويته في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ثم في الإنصاف والمصالحة، ثم في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ثم في هيئة التحكيم، وأنهى مساره بمهمة لها علاقة دائما بالحقوق وهي مهمة وسيط المملكة. هكذا كان أستاذ عبد العزيز بن زكور، رجل كد، رجل جدية قوية، رجل التزام، وفي الوقت ذاته رجل يمزح من كل شيء، وتعلمنا منه الكثير. كل من عاشره يقول عنه أنه الله يعمر هذا. وفي هذه اللحظات وأنا أشعر بهذا الحزن أتوجه لله سبحانه وتعالى من أجل أن يتغمده بوسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.